من رفح ينضم إلينا محمود فودة مراسل الغد. محمود، ما آخر التطورات هناك؟ نعم، على مدار ال 24 ساعة الماضية استمرت الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، والتي كان آخرها هذا اليوم استهداف منزل لعائلة فودة في منطقة مخيم بشيط وسط مدينة رفح، وأدت إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 من الأطفال، مما يرفع حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة في مدينة رفح إلى أكثر من 40 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات في استهداف منازل المواطنين الآمنين على مستوى مناطق مدينة رفح من الغرب أو حتى الشرق. هذا بخصوص الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة. أما بخصوص معبر رفح الجديد، أنه تم فتح المعبر بعد ظهر هذا اليوم لإدخال عدد من الجرحى إلى الجانب المصري من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى سفر عدد كبير من أصحاب الجوازات والجنسيات الأجنبية بالتزامن مع إدخال كميات جديدة من المساعدات الإنسانية للتمر عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. نعم، إذا دخلت كمية من المساعدات اليوم. نعم، على مدار اليوم الماضي استمر إدخال المساعدات كما هو الحال اليوم أيضا بكميات كبيرة من الجانب المصري. تقريبا الآن تجاوز عدد الشاحنات التي مرت عبر معبر رفح أكثر من 600 شاحنة على مدار منذ تم بدء إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة، ويجري توزيعها بشكل مباشر على مراكز اللواء وعلى مستشفيات قطاع غزة وعلى الأدق في مناطق جنوب قطاع غزة. نعم، وماذا عن خروج المصابين؟ اليوم تمكنت الجمعية العامة للصليب الأحمر من تنسيق لسفر تقريبا 7 جرحى من مستشفى الشفاء بغزة، تم نقلهم عبر إسعافات الهلال الأحمر الفلسطيني وبمرافقة من سيارات تابعة للصليب الأحمر، وتم وصولهم إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وعلى الفور تم تسهيل دخوله من الجانب المصري. وبعد ذلك بدأت مغادرة أعداد حملة الجنسيات وأصحاب الجوازات والإقامات في الخارج، وتزامن مع ذلك تم إدخال المساعدات من الجانب المصري في ظل ربط ما يسمى سفر الجرحى وتأمين وصولهم إلى معبر رفح بسفر أصحاب الجنسيات والإقامات، وهذا كان من ضمن التفاهمات الأخيرة في قطاع غزة. هل من معلومات حول المرحلة القادمة أو عن الكميات وعن مواعيد استمرار فتح المعبر ودخول المساعدات؟ دخول المساعدات بالأحجام التي معروفة منذ بدء فتح المعبر هي على نفس النسق تسير على ما هي عليه خلال الأيام المقبلة، إلا في حال تم هناك كانت الحديث عن هدنة إنسانية وما شابه ذلك بما يسمح بزيادة هذه الكميات. مصر لا تعارض في إدخال ذلك، عشرات الشاحنات المصرية تنتظر على الجانب الآخر من الحدود لدخول قطاع غزة، لكن الوضع الأمني وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي حتى في مدينة رفح التي يقع فيها المعبر ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة والقصف المدفعي مستمر، بما يعني لا يضمن سلامة وصول المساعدات بشكل كبير إلى باقي المناطق ومحافظات قطاع غزة. نعم، من مدينة رفح الفلسطينية محمود فودة مراسل الغد، شكرا لك.